السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور شيماء عاطف، أخصائي تحاليل طبية ومحاضر لمواد دبلوم الكيمياء الحيوية في أكاديمية التميز للعلوم الطبية. إن شاء الله مكملين سلسلة الفيديوهات اللي بدأناها في علم المختبر. وعلم المختبر هنا هي عبارة عن مجموعة التحاليل اللي ممكن تجي للمعمل، بنشوف فيها طريقة عمل الاختبارات ديت أو التحاليل دي بكل تفصيلة فيها، بكمان ليه أنا بعمل الاختبار. بدأنا أول تحاليل معانا وكانت في الهيماتولوجي. الهيماتولوجي يعني علم الدم، يعني أنا بشتغل إيه؟ بشتغل في الدم، يبقى التحاليل دي تحاليل دم، تمام؟ طيب أول تحاليل معانا كانت هي السي بي سي، تحليل السي بي سي اللي هو بعمل كاونتينج للبلود، وقلنا إن من تحته مجموعة من الاختبارات كنت بعملها، وما كانوا 9 اختبارات تمام أو 8، وكنت بعمل المسحة الدموية. خلصناها المرة اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله هناخد تحليل جديد، بس التحليل اللي احنا هناخده النهاردة ده مرتبط او يعني لازم يكون فيه عندي تحليل السي بي سي معاه عشان اقدر اعمله، وهو تحليل الانيميا. تحليل الانيميا من اسمه اي حاجة فيها انيميا يبقى انا ليه علاقة بين هيموجلوبين، تمام؟ طيب يبقى انا ليه لازم ابص على السي بي سي عشان خاطر الهيموجلوبين كنت بعمله تحت ايه؟ تحت السي بي سي. طيب جالي مريض وعمل تحليل السي بي سي وبيبص على الهيموجلوبين لقاه 10 فأقل، طبعا الدكتور هنا عشان يحدد الشخص ده اكيد في الحالة دي طالما 10 فأقل يبقى عنده أنيميا، بس عشان يقول لي ايه نوع الأنيميا بص على حاجتين تانيين. هيبص في تحليل السي بي سي على حاجتين تانيين، الام سي في والام سي اتش سي. مين دول؟ فاكرين اللي هما الابسوليوت فوليوم، الحجم المطلق اللي كنت بعمله بالحسابات ده لو انا شغال مانيوال او لو انا شغال اوتوماتيك، هو كانوا بيطلع لي عادي في الجهاز. طيب المين سيل فوليوم اللي هو الحجم المطلق للخلية، حجم كرة الدم. حجم كرة الدم كانت بتأثر على نوع الانيميا، يعني ممكن تقول لي انديكيشن لنوع الانيميا ايه. فاكرين المرة اللي فاتت قلت لكم ان لو حجم كان صغير، حجم الخلية صغير، في الحالة دي بقول ان الانيميا دي تبقى ايرون ديفيشنسي انيميا، او احتمال تكون ايرون ديفيشنسي انيميا لان في حاجات تانية. طيب ولو كان الحجم كبير يبقى ده نتيجة ايه؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي، يعني نقص فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد ديفيشنسي، وبرضو في حاجات تانية ممكن تكون انديكيشن ليه، بس دول الاشهر. يعني انا عندي حاجتين اهو طبع الحجم الخلية، قدرنا نشوف نوعين مختلفين من الانيميا. انيميا خبيثة ده لو كان حجم الخلية كبير، تمام؟ اللي هما ايه الانيميا الخبيثة؟ نقص فيتامين بي 12 والفوليك اسيد. انيميا عادية او اللي هي نتيجة ايه؟ نقص الايرون ديفيشنسي او اللي هو نقص الحديد. طيب ده كان بالنسبة للام سي في اللي بصيت عليه في التحليل. في عندي حاجة تانية بصيت عليها في التحليل اللي هو الام سي اتش سي. ايه هو الام سي اتش سي؟ المين سيل هيموجلوبين كونسنتريشن، يعني تركيز الهيموجلوبين في خليه الدم الواحده. برضو كنت قايله لكم ان خليه الدم او كره الدم الحمراء بتبقى تلتينها لونه احمر، اللي هو نتيجه ايه؟ نتيجه الهيموجلوبين او وجود الهيموجلوبين، والتلت الثاني اللي في النص ده بيبقى فاضي نتيجه ان المنطقه دي ما فيهاش هيموجلوبين. فالطبيعي يبقى تلتين وتلت، تلتين احمر تلت ايه منور، او بيبقى باين لي طبعا في مسحه الدم تحت الميكروسكوب بالمنظر ده. طب لو كانت التلتين دول مش تلتين، يعني التلتين مش احمر، مش في مفيش تلتين احمر، لا اللون قل، ده يبقى نوع من انواع الانيميا. ولو قل زياده عن اللزوم برضو يبقى نوع من انواع الانيميا، واحيانا برضو ممكن يبقى زايد زياده عن اللزوم، يعني ما بيبقاش في لون ابيض خالص. طيب برضو كده انا ما وصلتش لسه لحاجه معينه، وليه انا ببص الاثنين مع بعض؟ انا همسك الام سي في والام سي اتش سي وادمجهم مع بعض عشان يبقوا انديكيشن لنوع انيميا معين. طب ازاي؟ نيجي اول حاجه نمسكها الام سي في. الام سي في يعني انا بتكلم عن خليه وحجم، حجم خليه. فلما اقول كلمه خليه يبقى نرمز له برمز ستك، ستك يعني يعبر عن خليه، ستك، تمام؟ طب طبيعي، طبيعي كلمه طبيعي يعني نورمال. ممكن اخد مقطع نورمو واحطه مع سيتك يبقى نورمو سيتك، يبقى في الحاله دي كده ايه؟ ده يقول لي ان الخليه طبيعيه او حجمها طبيعي، يبقى نورمو سيتك معناها حجم خليه طبيعي.
طيب حجم الخلية صغير، هقول مايكرو، كلمة صغير يعني مايكرو، يبقى اقول ايه؟ مايكروسيتك. طب لو حجم الخلية كبير ماكرو، ماكروسيتك. يبقى عشان اعبر عن حجم الخلية وانا عندي ثلاث انواع من الحجوم، يا اما حجم طبيعي، يا اما حجم صغير، يا اما حجم كبير، يبقى في الحالة دي هقول ايه؟ نورموسيتك، مايكروسيتك، ماكروسيتك. تمام كده انا عبرت عن انواع الحجوم بتاعه كره الدم الحمراء. طب انا عايزه اعبر عن تركيز الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده اللي بيدي اللون الاحمر للايه؟ لكره الدم الحمراء. جميل. طب ما اللون ده يعني كروم، فاقول عليها كروميك. في الطبيعي ناخد المقطع نورمو نحطه جنبها كروميك، يبقى نورمو كروميك، يبقى ده نسبه الهيموجلوبين الطبيعيه اللي هو واخده التلتين، يبقى نورمو كروميك. طب لو كانت اقل من الطبيعي بسميها ايه بقى؟ بسميها هايبو كروميك، لان انا بتكلم عن ايه؟ كمية، فبقول هايبو، اقل في الكمية او اقل في التركيز، او اقول بقى الاعلى في التركيز زيادة، يعني ممكن تكون نسبة الهيموجلوبين اصلا زايدة قوي زيادة عن اللزوم، او مغطية مخلية الكرة كلها لونها احمر مفيش خالص جزء ابيض، فبقول عليها هايبر كروميك. يبقى انا كده قدرت اعبر عن انواع الايه؟ يا اما الحجوم بالنسبه للخلايا، لا اما كميه او نسبه الهيموجلوبين اللي موجوده في كره الدم الحمراء، وقلت الاسامي دي. يبقى انا عندي ايه؟ نورموسيتك، مايكروسيتك، ماكروسيتك، ده كده في الام سي في. عندي نورمو كروميك، هايبو كروميك، هايبر كروميك، ده كده في الام سي اتش سي. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نمسك واحده من الام سي في وادمج معاها الثلاثه اللي قلناهم في الام سي اتش سي. يعني همسك النورموسيتك احط جنبها الثلاث حاجات، نورموكروميك، هايبوكروميك، هايبركروميك. كل واحده من دول بقى كده الاثنين مع بعض كده نحطهم، يبقى انا عندي ايه؟ نورموسيتك، نورموكروميك، نورموسيتك، هايبوكروميك، نورموسيتك، هايبركروميك. كذلك همسك في المايكروسيتك، نورموكروميك، نورموسيتك، هايبوكروميك، نورموسيتك، هايبركروميك. مسكت بقى الماكروسيتك، ماكروسيتك، نورموكروميك، ماكروسيتك، هايبوكروميك، ماكروسيتك، هايبركروميك. كل واحده من دول بيديني انديكيشن لانواع انيميا معينه. طيب ده كده اول حاجه خالص بعملها عشان ابتدي احصر انواع الامراض اللي ممكن تسبب لي الانيميا، حصرتها. اعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها اختبارات كشفيه، بكشف فيها عن ايه؟ النوع الانيميا بالظبط، انهي نوع بقى؟ يعني لو كانت مثلا على سبيل المثال مايكروسيتك، تمام، هايبوكروميك، اول حاجه هتيجي في ذهني ده ممكن يكون ايرون ديفيشنسي انيميا مثلا. طيب ما انا عايز اعمل كشف عليها، ببتدي اعمل اختبار عشان يكشف لي ان الكلام ده صح ولا غلط. تمام. طيب هو ده بقى اللي احنا هنبدا فيه النهارده. يعني انا بعمل اختبارات كشفيه عن انواع الانيميات اللي ممكن يكون الانسان مصاب بيها نتيجه ان انا عملت تحليل سي بي سي ولقيت الهيموجلوبين 10 فاقل. اول تحليل معانا وده اللي بنتكلم فيه النهارده هو اختبار الكشف عن الريتيكلوسايت او الخلايا الشبكيه. طيب مبدئيا كده ايه هي الريتيكلوسايت؟ الريتيكلوسايت سيلز دي هي عباره عن خلايا دم حمراء فيها نواه. طبعا احنا عارفين ان خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء في البلوت ستريم بتبقى من غير نواه، وعارفين طبعا ان اللي بيبقى فيها نواه هي كرات الدم البيضاء، انما كرات الدم الحمراء ما فيهاش نواه، فكون ان يظهر عندي نواه يبقى دي كانت ايه؟ كانت لسه وهي موجوده جوه، يعني كرات الدم الحمراء بتبقى جواها نواه وهي لسه بتصنع، يعني قبل ما يحصل لها ماتوريشن. طب كرات الدم اصلا بتصنع فين؟ بتصنع في البون مارو او النخاع العظمي. يبقى النخاع العظمي كان بيصنع كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، البلاتلتس، الصفائح الدمويه. اثناء التصنيع بتبقى جوه لسه البون مارو الريتيكلوسايت، يعني خلايا دم حمراء جواها نواه، المفروض ان بيحصل لها ماتوريشن الاول جوه البون مارو، بعد كده
تخرج بدون نواه تمام في صوره الار بي سيلز وتمشي في البلاد ستريم. طب لو ظهر بقى ان الريتيكولوسايت دي خرجت بره البون مارو ومشيت في البلاد ستريم بطريقه كبيره، فدي فيها مشكله. طب الكشف بقى او ايه الهدف من اختبار الكشف عن الريتيكولوسايت؟ اول حاجه الاختبار ده بيكشف لي عن مدى سلامه النخاع العظمي البون مارو. مش المفروض ان البون مارو هو اللي بيصنع الريتيكولوسايت؟ طيب والله هو بيصنعه بكميات كبيره زياده عن اللزوم، بيبقى فيه مشكله، ممكن تبقى فيه مشكله اصلا في البون مارو، ما بيصنعوش خالص، او في اي برضو مشكله تانية برضو يبقى فيه مشكله في سلامه البون مارو. يبقى انا عندي الاختبار ده بعمله ليه؟ عشان اكشف عن مدى سلامه النخاع العظمي. ايه كمان الهدف من اجراء الاختبار ده؟ ان يكون الشخص ده عنده سيفير هيموريدج. هيموريدج يعني ايه؟ يعني نزيف، ولما اقول سيفير يبقى نزيف حاد، يعني الاشخاص دي عندها نزيف حاد بشوف برضو بعمل اختبار الكشف عن الريتيكولوسايت. طيب مش بس كده، انا ممكن عايز اكشف عن مرض الانيميا بقى، ده اللي احنا بنقول عليه، يعني مرض فقر الدم تمام. يعني لو عايز اشخص الحاله المرضيه اعرف ان اول ان الشخص ده فعلا عنده مرض انيميا او مرض فقر دم، يبقى بعمل التحليل ده. ده مش بس كده ان هو بيختص بس في تشخيص فقر الدم، لا ده كمان انا ممكن اعمل التحليل ده عشان اعرف مدى فعاليه العلاج. يعني جه مريض للدكتور ودكتور اداله علاج معين عشان يعالج الانيميا، فانا عايزه بعد فتره اشوف العلاج ده فعال وعمل يعني عالج المريض ده ولا لا. بعمل اختبار الكشف عن الريتيكولوسايت، بشوف اعد الخلايا دي واشوف نسبتها واشوف هل فعلا النسبة بدأت تقل وبدأ الشخص يستجيب للعلاج ولا لا. طيب نيجي بقى نشوف انا بعمل اختبار ازاي. اولا زي ما قلنا قبل كده انا بعمل الاختبارات دي، يعني بعمل بلود ستريم، سوري بعمل بلود سمير، يعني بفرد فيلم ده، بعمل بلود فيلم. في النوع ده من البلاد فيلم اللي هو ريتيكولوسايت عشان اكشف عنها بستخدم صبغه مختلفه. احنا عارفين ان كنا بنعمل بلاد فيلم بليشمان وجمزه، في الريتيكولوسايت ما ينفعش استخدم ليشمان في التحليل ده، لا بستخدم البريليانت كريسل بلو او نيوم سيلين بلو عشان اعمل ريتيكولوسايت، ما ينفعش استخدم ليشمان. دي اول حاجه مبدئيا يعني. طب طريقه الشغل ايه بقى؟ ناخد بالنا بقى من طريقه العمل. انا هجيب نقطتين من الصبغه اللي هي ايه، بريليانت كريسل بلو، احطها في تيوب صغير تمام، بحط عليه اربع نقط من الدم. يبقى انا حطيت نقطتين من الصبغه عليهم اربع نقط من الدم من الصبغه، وابتدي احرك التيوب عشان امزج الدم كويس مع الصبغه، وبعدين احطه في ووتر باس عند درجه حراره 37 درجه سيلسيوس لمده 15 دقيقه. بعد كده بقى اخد نقطه واعمل بلاد البلاد فيلم بتاعتي او بلاد سمير، افرد فيلم الدم بتاعي على سلايد نظيف واسيبه في الهواء يجف. يبقى ده سهل خالص، مش هعمل نفس الخطوات اللي عملتها وانا بعمل بلاد فيلم في اي اختبار تاني. يبقى في الريتيكولوسايت انا عملت ايه؟ خدت نقطتين من الصبغه عليهم نقطتين من الدم، عملت له ووتر باس، وبعدين سبته شويه، وبعدين حطيت فردت فيلم الدم وسبته يجف، وبعدين هفحص. افحص فين؟ افحص تحت الميكروسكوب طبعا على العدسه الزيتيه او الاويل. طيب المفروض اشوف ايه؟ في الطبيعي بحسب الريتيكولوسايت ان كل 100 كرة دم حمراء او كل 100 خلية دم حمراء قصادها ريتيكولوسايت واحدة، خلية شبكية واحدة، ده الطبيعي، ده النورمال. يبقى النورمال رينج في الادلت بتبقى من 2 من 10 ل 2%. يعني ايه؟ يعني لكل 100 خلية دم حمراء قصادها ريتيكولوسايت واحدة. في الشيلدرن الاطفال على فكرة بتبقى من 2 ل 6%. طب ده كده بالنسبة للنورمال رينج. تعالوا نشوف لو الريتيكولوسايت زايدة شوية عن النسبة اللي احنا قلناها دي، اقدر اقول ان الشخص ده عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، عنده انيميا بس من نوع ايه؟ الايرن ديفيشنسي. يعني انا قدرت استخدم الريتيكولوسايت تيست عشان اكشف عن ايه؟ انيميا نقص الحديد. طيب ده بقى الريتيكولوسايت لو زادت النسبه دي وصلت لمثلا 48% او اكتر 50%، نسبه الريتيكولوسايت كتيره جدا، بمعنى كده ان الشخص ده عنده هيموليتيك انيميا، نوع انيميا انحلاليه تكسيريه تمام. يبقى انا قدرنا بالريتيكولوسايت تيست نفرق ما بين انواع الانيميات ولا لا. لو كانت الريتيكولوسايت قليله في العدد، يعني هي زايده عن الطبيعي ولكن مش قوي، يعني مثلا ممكن تبقى 10% او حاجه، يبقى في الحاله دي ده ايرن ديفيشنسي انيميا.
ولو كان الريتيكولوسايت لا نسبتها عاليه ممكن توصل 48 50%، معنى كده ان ده نوع الانيميا اللي هي ايه، هيموليتيك انيميا او فقر دم انحلالي. يبقى ده كده كان اول نوع من الانواع اللي كان بيكشف لي عن انواع الانيميا اللي ممكن يكون الشخص مصاب بيها والتفريق ما بينها. واشوفكم على خير المره الجايه ونكمل في تحاليل الانيميا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.